أحلى أحلى مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أرض التولز وحضارة التولز. هذه بلدة باد تولز والقريبة من ميونخ. تحييكم. اللي يمر بجانبها هذا النهر، نهر آيسر. يلا نغوص في أسبار وساحات وسكيك باد تولز وراي واحد واحد. شو بس فن الرسم على الجدران، كيف أقولكم البافاريين خطيرين فيهم. شوفوا الأناقة بالله عليكم، وشوفوا الألوان، وشوفوا الترتيب، حاجة من الآخر. حضارة حضارة كانت في هالمنطقة تسمى حضارة التولز. أقوى سادت ثم بادت. يا الله يا هذا المنزل، أشوف أنا أحلى أحلى مبنى في هالمكان صراحة، متعوب عليه على الآخر. شوف هذه الرسومات تحكي عن معارك وتاريخ ماضي. نواصل تصويرنا.
meters, turn left onto Amvaya. Turn left onto Amvaya, then turn right to stay on Amvaya. حياكم الله وحياكم. هذه خوانق مدينة قارمش الألمانية. الدخول بستة يورو ونص ووقفة السيارة 2 يورو ونص. نبدأ. هذا اسم الخوانق ومن سنة كم. يوم تكون هناك أمطار تسمع هدير، تسمع تشوف أكشن قدامك غريب. يعني إذا طلعت من البوابة عشان الهايكينج لازم تأخذ تذكرة مرة ثانية عشان ترجع. يا رب على هالأجواء هاي. بالنسبة حق البوابة هاي يا اخواني، يوم تكون عند البوابة في نهاية الخوانق لا تختمون، اطلعوا بدون ختم وتمشوا، كملوا مشيكم وانتوا راجعين تختم لكم مرة ثانية حق الدخول. فانتبهوا لا تختمون وانتوا داخلين وانتوا طالعين من وانتوا طالعين للهايكنج. تمشوا على راحتكم وتعالوا. هذه لها ختمتين، دخول ودخول. والحين متجهين ناحية السيارة.
وهذه العربة للتوصيل، عربة الخيل للتوصيل من البركنات لين الخوانق رايح جاي، يعني بتروح ولا بتجي. هذه العادة القديمة هنا. نواصل تصويرنا. هذه من بعض الأماكن اللي جنوب ميونخ، مر على بعض البحيرات. وفالتنا تبرد. يا هي أماكن جميلة بصراحة. اللهم لك الحمد والشكر. هذه في الشتاء ما تقدر تحط ريولك في الماي. النهر جريانه قوي بصراحة. هذا طبعا جنوب ميونخ، البحيرات تكثر، البحيرات في جنوب ميونخ، وانا جالس حين اتجول بينهم. هذا النهر يصب في واحدة من البحيرات، لكن صراحة للحين نسيت اسمها لاني مضيع من عدة بحيرات. هذه بحيرة ايسر، وخلفنا هذه البحيرة، في بحيرة ثانية في قريبة منا. هذه بحيرة ايسر والثانية عاد اسمها طويل ما هم. هذه كلها الاماكن جنوب ميونخ، مكان جميل جدا. بس هذا المكان للسباحة والتجديف. شوفوا كيف هدوء البحيرة هاي. التقاطة في الطريق، يا رب يا هو جمال. بحاول انزل على هالبحيرة هذه. جزء من البحيرة عاد اسمحوا لي، هني الشمس في وجهي. طبعا هذه الالتقاطة في الطريق. هذا الشلال الصغير على الطريق، مكان يعني رايق على الآخر. وهذا المكان بالذات فارش فرشك هني، وجالس تتغدى وبقهوتك بلالك، وجنبك هذا الماي. تبغي تسبح تسبح، تبغي تعقد طريولك غط طريولك. وهذا النهر ممتد، بنمشي ان شاء الله. جدا جدا جميل.
تشوفون الشلال في الخلف. بحيرة كوتشل جنوب ألمانيا جنوب ميونخ.